مش عارفة والله، بحس كده ان انا بعمل حاجات غريبة. اكشن. هيا يا بنات، انا شيرو. لو انتي لسه جديدة معانا في القناة، اهلا بيكي في عيلة بنانيت شيرو. ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. المكان مكانك ونورتينا. فيديو اليوم طلبتوه مني كتير جدا، ايه اكتر ليفة مناسبة للاستحمام يا شيرو؟ انا بجيب ليف كتيرة ومش بعرف استخدم الليفة يا شيرو، ايه مواصفات الليفة اللي لازم تكون عندنا في الحمام يا شيرو؟ الفيديو ده بقى انا جاي اقولك ايه الليف بتاعت الاستحمام اللي مفروض تكون عند كل بنت، وانواع كل ليفة، وكمان فوائدها وطرق استخدامها. يلا بينا نبدأ الفيديو. اول ليفة، الليفة الطبيعية اللي هي اساسا الليفة اللي كانت موجودة في حمامات امهاتنا واجدادنا زمان جدا كلهم. الليفة اللي بتكون شكلها زي دي كده بنات، بس اللي هي بتكون الكوز دي كده. بصوا هحط لكم صورتها حالا، هتظهر لكم على الشاشة. ايوة هي الليفة دي بالظبط، دي كانت موجودة جدا في كل البيوت بتاعت اهالينا زمان. دي ليفة طبيعية مصنوعة من نبات اللوف. الليفة دي اتطورت وبقوا يعملوا منها طبعا اشكال زي ما انتوا شايفين كده. حاطين يما من اللوف ويما ناعمة، وهي شبه ايدك كده عشان تعرفي تستخدميها لجسمك. بتكون خشنة على الجسم شوية لان المادة بتاعتها اللي هي اللوف اللي مصنوع منها خشنة، مسافة كده ما بتبليها بالمية شوية وتبدأي تستخدميها على جسمك بتشيل كل الجلد الميت والرواسب اللي عليه. كل ما بتعملي اسكراب بيها لجسمك وتشيلي طبقات الجلد الميت، فطبيعي بتنشط الدورة الدموية. عشان كده دايما خلي في الحمام الاسبوعي بتاعك ليفة من دي، هتبقى حلوة قوي للاستخدام الاسبوعي اللي بعده. لكم عارفين الليفة دي، وطبعا شكلها حلو والوانها حلوة وموجودة في كل البيوت. كمان في شركات بتنزل على الشامبوهات والشاور جل هدايا في العلبة بتاعتها بتكون فيها الليفة دي. الليفة دي مصنوعة من مواد مش طبيعية. اولا ميزتها الوحيدة انها بترغي كتير قوي الشامبو. حلوة ان انت تستخدميها كاستخدام يومي، يعني مع الشاور بتاعك اليومي، خفيفة على الجسم، ناعمة على جسمك، مش بتقشر الجسم ومش بتزيل الجلد الميت ومش بتنشر دورة دموية. هي ما هي الا بتكتر الرغوة فيها بتاعت الشاور، واستخدميها استخدام يومي. اكتر من كده ما تعتمديش عليها خالص. اللي بعده، تالت ليفة، هي ليفة مش عندي بس انا هحط لكم الصورة بتاعتها. الليفة اللي من الصوف، الليفة دي مصنوعة من الصوف، خفيفة على البشرة، ناعمة، برضو حلوة للاستخدام اليومي، بس مش بتزيل الجلد الميت برضو ومش بتقشر الجسم. قبل ما نكمل ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وافضل اظهر لك كل شوية كل شوية. وتحطي لايك، حطي لايك على الفيديو، حطي لايك. اللي بعده، الليفة دي هي ليفة كده على شكل الايد، اسمها ليفة الكفاز. تمام، هي بتتلبس كده في الايد. انا كان عندي واحدة منها لونها بينك، نفس لون التوكة دي كده، بس مش عارفة دورت عليها مش لقياها. بس هحط لكم صورتها هنا عشان برضو توصل لكم المعلومة اللي انا عايزة اقولها. الليفة دي مصنوعة من النايلون الصناعي، هي خفيفة جدا على البشرة، في منها الوان كتيرة جدا، كل الالوان اللي انت عايزاها، احمر بقى وبينك وفوشيا وازرق، يعني عملوا الوان مش عايزة اقولك الوان قد ايه منها. برضو بتزيل الجلد الميت بس بطريقة خفيفة وناعمة، بس ما تعتمديش عليها في الشاور الاسبوعي بتاعك. يعني دي ممكن تستخدميها مثلا كل مرتين او ثلاثة لو عايزة تعملي سكراب لجسمك مرتين في الاسبوع، فهتبقى حلوة قوي معاكي. هتزيلي الاوساخ اللي على سطح الجلد وهتقشر الطبقة اللي على سطح الجلد كده تقشير خفيف. اللي بعده، ليفة المغربية. طبعا دي ليفة
مفروض تبقى عندكم يا بنات عشان الحمام المغربي، لان احنا بنستخدم حمام مغربي مره كل شهر للجسم، بتبقى مصنوعه من الياف الاشجار ومعظم الوانها بتبقى اسود. انا شفت فترة الوان كتيرة، في منها اشكال كتيرة جدا وفي لياف كتيرة قوي اسمها ليفة مغربية، بس يعني ما بتعملش حاجة، هي بس مجرد شكل كيس كده اسود ولا بيشيل جلد ميت ولا اي حاجة. فاتأكدي دايما وانت بتجيبي الليفة المغربية بتجيبيها من مكان كويس عشان ما ينتحكش عليكي وتجيبي حاجة مضروبة. استخدمها في الحمام المغربي لانها بتشيل الجلد الميت، بتشيل الاوساخ اللي في الجسم، بتشيل الشعر الزايد اللي تحت الجلد، فبتبقى حلوة قوي وقوية جدا في كل ازالة تفتوفة كده من جلد جسمك. جلد جسمك الميت ازاي؟ بتشيل كل الجلد الميت من جسمك. اللي بعده، وطبعا الليفة اللي طلعت ترند ومشهورة جدا الفترة الحالية هي الليفة السيليكون، ودي طبعا في منها اشكال كتيرة قوي، طويلة وساعات بتبقى صغيرة بيتحط فيها الشاور الجل ويدعك بيها الجسم. الليفة دي برضو هحط لكم اشكالها هنا، ولو عاوزيني ان انا اجربها اكتبوا لي في التعليقات، ولو انتوا جربتوها وقولوا لي تجاربكم من خلال الليفة السيليكون ايه الدنيا، ايه ارائكم معاها في الموضوع، يعني يبقى هتفيدوني وتسهلوا عليا عشان يبقى عندي حماس كده وانا بشتريها واجربها. ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتفعلوا زر التنبيهات عشان خاطر يوصلكوا كل جديد. شوية نصايح هقولهم لك عشان ازاي تتعاملي مع الليفة بتاعتك. الليفة الطبيعية اللي هي الطبيعية اللي هي اللوف المصنوعة من نبات اللوف، ليفة طبيعية دي بتتغير كل 3 ل4 اسابيع لازم تغيريها وتجيبي ليفة جديدة، مش تقعديها عندك سنين. لا يا ماما، انت كده جسمك ممكن يبقى فيه حبوب ومشاكل والتهابات، ولا بتغيريها كل 3 أو 4 اسابيع. اما بقى الليفة اللي هي مصنوعة من البلاستيك النايلون اللي هي المواد الصناعية دي، ممكن تغيريها كل شهرين، تروحي رمياها وجايبة ليفة جديدة. هقولك بقى على شوية نصايح ازاي تحافظي على الليفة بتاعتك بعد الاستحمام. هل هنحافظ على الليفة بتاعتنا يا شيرو؟ اه طبعا، زي ما الليفة كده بنستخدمها لازم نهتم بيها عشان ما تنقلناش بكتيريا وتتنقل لجسمنا، وبعد كده بدل ما تبقى الهدف منها ان احنا نستحمى كده وجسمنا يبقى حلو كده ومنتعش، هنجيب لجسمنا بكتيريا والتهابات. بعد ما بتخلصي استحمام تغسلي الليفة بتاعتك كويس جدا بالمية وبالصابون، تسيبيها في مكان جاف او في الشمس او في مكان بارد عشان تنشف خالص، لان الليفة كل ما بتفضل رطبة وفيها مية سهل جدا انها تكون بكتيريا وفطريات. قبل ما نيجي نستخدمها لازم برضو نغسلها كويس جدا ونعقمها كده بكحول، او اغسليها بمية سخنة وصابون قبل ما تبدأي تستخدمي الليفة على جسمك. كمان تقدري تحطي الليفة الطبيعية اللي هي اللوف الطبيعي في الميكروويف عشان يتطهر اكتر بالحرارة، بس ما تحطيش خالص اي ليفة فيها بلاستيك نايلون اي ليفة صناعية، لانها ممكن تولع في الميكروويف وتولع في البيت وتولع في نفسك ومامتك تولع فيكي بقى وانتي حرة. فعرفوا ازاي ايه الليفة اللي تجيبوها مناسبة ليكم وكمان تحافظوا عليها كويس جدا بعد الاستحمام، وما تنسوش تجددوا دايما الليف بتاعكم. بنانيتي ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تروحوا على الانستجرام عشان تجاوبوا على الاسئلة اللي بنزلها بشكل يومي، عشان الفقرة التانية من فقرة بنانيت شيرو. ايه اكتر حاجة انا بحبها في الفقرة دي قبل ما نبدأ الفيديو؟ ان انا بشوف اسئلة حلوة كتيرة جدا، ببقى نفسي ارد على كل الاسئلة اللي انتوا كاتبينها لي في الفيديو، بس الفيديو هيطول قوي، فبحاول بقدر الامكان ان انا اخد الاسئلة اللي اقدر ارد عليها، وفي نفس الوقت من خلال ردي هقدر افيد بنات تانية برضو بالاجابة. ويلا بينا نبدأ الفقرة. الاسئلة. السؤال الاول، ايه اكتر ليفة مناسبة اقدر استخدمها للاستحمام؟ عايزه اقول لكم ان سبب السؤال ده هو اللي خلاني اعمل الفيديو، فاعتقد اجابه سؤالك
انت سمعتيها في فيديو كامل، فيديو كامل انا جاوبتك على السؤال بتاعك. شكرا، حطي لايك بقى. هل ضروري ان احنا نعمل اسكربات اسبوعيه لجسمنا؟ طبعا، حلو جدا، بيجدد الدوره الدمويه، بيزيل الجلد الميت، بيدي ترطيب لجسمك، بيفتح المسامات فبيزيل الشعر من تحت الجلد، بيدي نعومه حلوه قوي للجسم، بيمنع تراكم الاوساخ. فاعملي سكراب اسبوعي لجسمك، تقدري تشتريه جاهز او تعمليه في البيت، هيديكي نضاره ونعومه حلوه قوي، ما تستغنيش عنه خالص. السكراب ده اعمليه اسلوب حياه، جسمك اهتمي بيه، شيره. كل ما باخد شاور بعدين بفترة جسمي بيبقى لونه ابيض وبيقشر، طبيعي جدا جسمك يحصل فيه المشكلة دي، لان مفروض بعد ما تاخدي الشاور بتاعك الطبيعي، الطبيعي ان احنا لما بنغسل جسمنا خلاص بقى وجسمنا كده بيبقى عليه مية، لما بتنشفي جسمك على مية بس وتلبسي ملابسك فجلدك بيبقى جاف، انت جسمك خرج كل خرز. نعم، انها المخدرات. جسمك بيكون خرج كل الزيوت الطبيعيه خلال الاستحمام بتاعك والشاور، فمهم جدا بعد الشاور بتاعك لازم ترطبي جسمك كويس جدا ببيبي اويل. جيبي بيبي اويل كده خليه عندك، سواء كان بتاع جونسون او نيفيا او اي حاجه انت بتحبيها، ورطبي بيه جسمك كويس قوي بعد الشاور. بعد كده استخدمي اي مرطب للجسم، بادي كير لجسمك، رطبي جسمك كويس قوي، وبعد كده البسي الملابس بتاعتك، هيفرق معاكي جدا. وده كان فيديو اليوم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم جدا ونورتوني في عيلة بنانيت شيرو، وبس والله.